وننتقل إلى كلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية بالأمس أمام جلسة مجلس الأمن، حيث صرح وزير الخارجية في كلمته أن هناك قوى ممولة إقليميا للقفز على السلطة في ليبيا، وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن أن ليبيا كانت البلد العربي الوحيد الذي فشل الإسلام السياسي في الانفراد به، إلا أن الأمور في ليبيا وصلت إلى حد الفوضى، مطالبا برفع حظر تسليح الجيش الليبي. والتفاصيل معكم في التقرير التالي. الحل السياسي لا يغني عن مواجهة الإرهاب عسكريا، هكذا كانت الرسالة التي حملها وزير الخارجية سامح شكري إلى العالم عبر كلمته في جلسة مجلس الأمن التي خصصت لدراسة الأوضاع المتدهورة في ليبيا. وزير الخارجية أكد أمام مجلس الأمن أن أوروبا ستكون أول المضارين من الفوضى الليبية وتمد تنظيم داعش، وأن رد الفعل الدولي لم يكن على مستوى ما يجري في ليبيا من استيلاء جماعات متطرفة على مؤسسات الحكم وتهون العالم مع حملة السلاح على الأراضي الليبية، مطالبا برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي ودعم مجلس النواب في طبرق. وينتظر خلال الأيام المقبلة أن يناقش المجلس مشروع قرار عربي يدعو لدعم الحكومة الليبية ورفع حظر تصدير السلاح لها، وهو المشروع الذي يتضمن الأفكار المصرية حول ليبيا وتقدمه الأردن العضو العربي بالمجلس. وخلال ذات جلسة مجلس الأمن أعلن وزير الخارجية الليبي محمد الديري أن بلاده طالبت باستمرار شن الطيران المصري غارات على مواقع المتطرفين في بلاده بالتنسيق مع الجيش الليبي الذي يعاني نقصا في الأسلحة والعتاد، مما دفع الديري إلى مطالبة العالم بتسليح الجيش الليبي. وبتزامن مع جلسة مجلس الأمن كانت واشنطن تستضيف مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي ألقى خلاله الرئيس أوباما كلمة طالب فيها العالم بالتوحد ضد الإرهاب، مؤكدا أن الغرب لا يعادي الإسلام وإنما يواجه الإرهابيين الذين شوهوا الإسلام.